شميدين للقلب اللي حبيته خاني يا ابو العبايه وعلاني. الفنانة نالي مقدسي، مساء الخير، اهلا وسهلا فيك على شاشة ام تي في وببرنامج سيلابريتي دواتس. بونسوار. خبرينا، رجعتي بأغنية كتير حلوة طليتي علينا فيها السنة، أغنية كنت أتمنى، كلام، لحن، إيقاع، فيديو كليب كمان إطلالي مميز جدا. خبرينا شوي وشو رأيك بأصدقاء لهلأ؟ أنا سعيدة جدا بأصدقاء، وخاصة من خلال محبة الناس اللي عم بقدر ألمسها كل يوم بعد يوم. إلى حوالي شهرين ونص الأغنية أو ثلاثة، بعدني لليوم عم بسمع أصدقاء كتير إيجابية. فدايما بقول أنا نجاح الأغنية حلو، بس كمان استمرارية النجاح هو بيكون أحلى، مثل نجاح الفنان حلو بس الاستمرارية كمان أحلى وأحلى. فلما بتحس إنه كل يوم بعد يوم عم بتحقق الأغنية نجاح أكتر مع الأيام، هيدا دليل إنه اشتغلناها صح، وهذا اللي دايما بسعى له انا. صحيح، كل شيء بدل انه الاغنيه انشغلت بطريقه صحيحه جدا وممتازه. خبرينا شوي، طالما عم تحكي على الاستمراريه، شو محضره لجمهورك بالسنه اللي جايه؟ بعتقد يمكن الاغنيه المنتظره من كتر ما عم بيطالبوني انه ارجع للاغنيه البدويه، او مش ارجع اذا بدك ضل بهاللون الغنائي اللي انا نجحت فيه من بدايتي واستمرت بنجاح بألبوماتي من بعد اول نجاح. فبعتقد هيدا اللون الغنائي اللي انا بحسه وبحبه كتير، واصل لقلوب الناس لانه عن جد بيطلع من قلبي. فهيدا الاغنيه رح تكون سربرايز كتير حلوه ورح يمصطوا فيها الناس. انا اكيد لما بتسمع اراء كتير من الناس عم بتحور حول نفس الموضوع، بتحس انه في شيء كان ناقصهم. هيدا الشيء بدي اعطيهم اياه بعد العيد. صحيح، الاغنيه البدويه كانت حلوه معك ودائما حلوه معك، فنحن ناطرين جديدك. طالما نحن بسليبرتي دواتس والمشاهير عم بيغنوا الى جانبك، عندهم رساله انسانيه، خبرينا لنختم سوا قد ايه مهم الفنان مش بس يركز على فنه، على نجوميته، على اغانيه، يكون عنده كمان الحس الانساني ويقدر يقدم شيء للناس بهالمنحه، يعني المنحه الانسانيه. ما بعتقد الإنسان بيقدر يكون فنان وعنده هالقد إحساس مرهف إلا ما يكون عنده شق كتير كبير من الإنسانية. بتتراوح أكيد بين شخص وشخص، بس هيدا الشعور اللي بيطلع من القلب فيه بارت كتير كبيرة من المحبة ومن العطاء. أنا مع أنه نكون قد ما نجحنا وقد ما تميزنا بحياتنا الفنية نضل عنا هيدي الإنسانية، نضوي عليها أكثر وأكثر، وبالعكس تزيد مع الأيام، لأنه بتصير تحس وتلمس قد في قصص بالحياة إلى قيمة، وبتصير تكبر بعينك كل يوم بعد يوم أكثر. النجمة نالي مقدسي، شكرا لإليك وأول ذا لك على مسرح سيلابريتي دواتس. شكرا لكم، لاف يو أول.